مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس هادي في عدد من الدول وأهم الملفات التي يحملها معه في هذه الجولة. تحركات واسعة تقوم بها السلطة الشرعية تأتي في مقدمتها زيارة خارجية للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تركيا وعدد من الدول بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية سبأ. وبحسب مراقبين فإن هذه الجولة تبدو مختلفة عن الجولات السابقة التي كانت تنتهي بالرئيس في الرياض بوصفها مقر عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في ظل التقدم الذي تحققه قوات الشرعية على تخوم العاصمة صنعاء، فيما يبدو أنها تحركات اللحظات الأخيرة لحشد الدعم لقرارات استعادة العاصمة التي باتت تنتظر قرارا سياسيا بحسب ما تؤكده تصريحات المسؤولين اليمنيين. جولة الرئيس هادي سيتبعها زيارة لنائب الرئيس إلى روسيا بدعوة من السفير الروسي الذي التقاه بحاح في الرياض، وتأتي هذه الزيارة في وقت يعقد فيه مجلس الأمن جلسة خاصة لبحث الملف اليمني بدعوة من روسيا. أهم الملفات التي سيحملها الرئيس عبد ربه منصور هادي في جولته هذه المرة، وما الذي يوجه تحركات الشرعية في هذا التوقيت، ستكون محور نقاشنا في زوايا الحدث لهذا المساء. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. مع وصول الشرعية إلى مشارف صنعاء، هادي يغادر عدن مرة أخرى. جولة خارجية ستأخذ الرئيس هادي إلى عدد من الدول، في مقدمتها مقر عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومقر إقامته المؤقت العاصمة السعودية الرياض. وبحسب مصادر رسمية فإن طائرة الرئيس هادي لن تتوقف في الرياض فقط هذه المرة، حيث سيقوم بزيارة إلى تركيا ودول أخرى حسب ما وردته وكالة سبأ الرسمية. الجولة التي يقوم بها هادي تأتي بعد تطورات كبيرة شهدتها الساحة اليمنية مع اقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء واستمرار جهود الحكومة لتطبيع الحياة في عدن، والتي تقترب من إحكام سيطرتها التامة على العاصمة المؤقتة بعد فترة من الاضطراب الأمني الذي يعتقد أن خلايا تابعة للرئيس المخلوع هي من تقف وراءه. هذه التطورات دفعت مراقبين إلى التأكيد على أن هذه الجولة تختلف عن سابقاتها، كونها تبحث في ملف تحرير صنعاء الذي تؤكد تصريحات رسمية أنه صار ينتظر قرارا سياسيا فقط، ولعل هذا القرار وأوجه الدعم الذي سيحتاجه هو ما ستبحثه هذه الجولة. زيارة تركيا في هذا التوقيت ذات أبعاد لها علاقة بالتقارب الواضح بين السعودية وتركيا على خلفية الموقف من التدخل في سوريا. وبحسب مراقبين فإن زيارة هادي إلى أنقرة ربما تبحث موقفا تركيا مساندا لجهود التحالف في اليمن في هذه المرحلة. هذه الجولة تأتي في حين من المقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء جلسة خاصة لبحث الملف اليمني بطلب من روسيا، فيما كان هادي يعقد أول اجتماع له فور وصول الرياض بسفراء الدول دائمة العضوية في المجلس، فيما يبدو أنه استباق للجلسة المرتقبة. كما أكدت مصادر رسمية أن نائب الرئيس خالد بحاح سيقوم بزيارة لموسكو لبحث جهود حل الأزمة اليمنية ودور روسيا في هذا الجانب. تحركات واسعة تقوم بها السلطة الشرعية يبدو أنها من أجل ضمان موقف دولي يسند تحركاتها الأخيرة في جهود إسقاط الانقلاب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذه الليلة مع السيد طلال جامل الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بتركيا من أنقرة. سيد طلال مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك سيد طلال. بداية، زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي المرتقبة يوم غد جاءت متأخرة بعد أن كانت يعني قد رتب لها سابقا ولم يتسنى للرئيس زيارة تركيا، وأيضا تأتي هذه الزيارة في ظل هناك متغيرات كبيرة على الساحة على الساحة الدولية، وكما تعلم يبدو أن في تركيا ملفات أكثر يعني شائكة أكثر من الملف اليمني. إذا زيارة الرئيس هادي ما الذي ستحققه في تركيا؟ في البداية تأتي زيارة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تركيا في إطار التحرك لدعم الشرعية والإسهام في دعم اليمن، اليمن التي هي بحاجة ماسة لكل الدول، ولا سيما تركيا هي الرقم الإقليمي الصعب والحاضر في الوضع اليمني. تركيا أهمية الزيارة تأتي من خلال أن تركيا حاضرة في المشهد اليمني من خلال دعم التحالف وفي دعم الأمن والاستقرار اليمني، وقد شهدنا في
المراحل الأخيرة أن الأتراك تقدموا بالكثير من المقترحات للجانب السعودي في هذا الإطار لخروج اليمن على الأقل من المواجهات العسكرية أو ما يقوم به المخلوع والميليشيات من حصار المدن. نعم، هل تعتقد سيد طلال بأن يعني تركيا ستكون لها دور فاعل وكبير وبشكل مباشر كالذي قامت به مثلا دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية؟ تركيا تتصرف من موقعها ومن معادلتها الإقليمية عبر المملكة العربية السعودية، هي تدعم دعما لوجستيا وقد أعلنت ذلك بشكل صريح أنها ستدعم المملكة العربية السعودية في إطار التحالف دعما لوجستيا، وهي جاهزة لأي مشورات معلوماتية، مشورات لوجستية تدعم أو تؤدي إلى إنجاح التحالف في القضاء على الانقلابيين في اليمن. نعم، إذا كان يعني سيد طلال دور فاعل وكبير مثلا لتركيا في الملف اليمني، ونحن الآن مقبلون على جلسة لمجلس الأمن بخصوص اليمن دعت لها روسيا، هل تعتقد إذا كان هناك دعم واضح وكبير من قبل يعني الحكومة التركية بشكل كبير، هل ستغير في الدفع بدعم الشرعية بتنفيذ القرار الأممي 22/16؟ أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي اللاعب الأساسي وهي محور الارتكاز دوليا فيما يتعلق في اليمن، فهي تستطيع أن تجمع هذه الأطراف أو التحالفات في بوتقة لصالح اليمن. أنا أعتقد أن تركيا ستسهم بشكل كبير خاصة في اللقاء المرتقب غدا بين فخامة الرئيسين هادي وأردوغان الذي سيناقش هذه القضية الأساسية، وهي قضية دعم اليمن على الأقل في المحافل الدولية مما يخرجها مما هي في على الأقل من فك الحصار عن المدن التي تعاني الآن الأزمة الإنسانية الكبيرة. هذا جانب. الجانب الآخر، السعودية هي تتعامل الآن بمفردات نستطيع القول عنها لمفردات جديدة في التعامل العسكري والحاسم، فهي مصرة على حسم المعركة ميدانيا ومن ثم تترك المجال السياسي أن يحل بطريق عبر القنوات الدولية. نعم. والجميع يتحرك في هذا الإطار، وزيارة الرئيس هادي تأتي في هذا الإطار لوضع ينقل رسالة اليمن، أن اليمن ما هي حاجية اليمن وما هي المتطلبات الآن العاجلة لليمن، سينقلها إلى الأتراك ولغير الأتراك. نعم، هل البعض يتحدث سيد طلال بأن الآن المعركة على مشارف صنعاء و تحرير العاصمة باتت يعني إن لم نقل أيام أو على الأقل فترة بسيطة، وهناك قرار حاسم لاستعادة العاصمة صنعاء، وزيارة الرئيس تأتي في إطار يعني دعم اليمن فيما بعد استعادة العاصمة صنعاء، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح أم لا زال الحديث عن هذا الطرح يعني سابق لأوانه؟ الحديث، الإجابة على هذا السؤال العميق له شقين، الشق الميداني الشق العسكري، وهذا مطروح للقيادات العسكرية، هي التي ترصد الميدان وهي التي تمتلك المؤشرات في التقدم أو في التراجع أو في التكتيك العسكري، وهذا مطروح للقيادة العسكرية، ونحن متفائلون خاصة بعد سقوط فرضة نهم التي هي تعتبر المنطقة الاستراتيجية التي كانت تتبع الحرس الجمهوري السابق لعلي عبد الله صالح الرئيس المخلوع. هذا جانب. الجانب الآخر هو الدعم الإغاثي، وهو الأهم الذي سيسعى الرئيس لطرح هذا الملف على الأشقاء في تركيا. نعم، إلى أي مدى الأتراك متفاهمون في تقديم على الأقل دعم إغاثي أو دعم اليمن ما بعد التحرير بحكم قربك من يعني مصدر ومتابعة الشأن التركي واهتمامه بالقضية اليمنية؟ بالنسبة للجانب الإغاثي دعني أقول لك، أو أكيد قد سمعتم عن السفينة التي تحركت بالأمس من ميناء مرسين متجهة إلى ميناء عدن، وهي تحمل أكثر من 6000 طن معونات إغاثية وطبية مقدمة من الهلال الأحمر التركي، وتقريبا 750
ألف مقدمة من المؤسسات المدنية التركية في دعم اليمن، وخاصة في المناطق المنكوبة الآن. وهذه السفينة متحركة الآن، ومن المتوقع أن تصل ما بين 19 هذا الشهر إلى 21 تقريبا. نعم. طيب سيد طلال، أشكرك جزيل الشكر الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بتركيا، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. ينضم إلينا الآن من الرياض الصحفي في الرئاسة اليمنية سيد مختار الرحبي. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك مختار معنا في زوايا الحدث. إذا تحدثنا عن ما تحمله جولة الرئيس عبد ربه منصور هذه المرة في دول الإقليم، وأيضا التحرك لزيارة العديد من الدول. نعم، أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. تأتي زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا سيقوم بزيارة يوم غد إلى تركيا. تأتي هذه الزيارة لتنسيق الجهود الدبلوماسية والسياسية وكذلك العسكرية بعد الانتصارات التي تم تحقيقها في فرضة ريم، وأيضا في محافظة الجوف وفي محافظة حجة في منطقة نيدي وغيرها من المناطق. هذه الانتصارات طبعا رفعت من المعنويات الجنود على أرض الواقع، وأيضا رفعت من المستوى السياسي لدى النخبة السياسية. بالتالي رئيس الجمهورية سيقوم بهذه الزيارة لشرح التطورات الميدانية التي حصلت في هذه المناطق، وأيضا لوضع يعني أو لطلب دعم أمني لمحافظة عدن والمناطق الجنوبية، ولوضع خطة مشتركة تقوم فيها قوات التحالف العربي بالإضافة إلى قوات الأمن المتواجدة داخل مدينة عدن والمناطق التي تم تحريرها. نعم مختار، لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي بالدول الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، ما الذي رشح عن هذا الاجتماع، وما هي أبرز النقاط التي يعني تحدث الرئيس معهم فيها؟ نعم، بالنسبة لي اللقاء، طبعا اللقاء هو يأتي هذا اللقاء بعد أن تعثرت جهود التسوية أو تنفيذ القرار الدولي 2216، وكان هناك مطالبات من المجتمع الدولي بالعودة إلى طاولة الحوار، وكان رد رئيس الجمهورية على الجميع بما فيهم الدول الخمس الراعية دائما في مجلس الأمن أنه الحكومة الشرعية مستعدة للذهاب للمشاورات، مستعدة للمفاوضات في أي زمن في أي مكان في أي وقت، لكن بشرط أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا في جنيف 2. كانت هناك نقاط تم الاتفاق عليها وتم الالتزام بها أمام المبعوث الدولي ولد الشيخ، وهي أن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكذلك يتم فتح الحصار عن مدينة تعز. طبعا كل هذا لم يتم تحقيقه، ولا أظن أن الحوثيين وكذلك الصالح سيقوم بالالتزام بهذا. هذا طبعا تم شرحه للمجتمع الدولي وللسفراء، وأكد فخامة رئيس الجمهورية أنه مستعد ووفد الشرعية جاهز للذهاب إلى المشاورات القادمة في أي زمن يتم تحديده. نعم. وهذا موقف طبعا مسبق للشرعية. نعم مختار، تكرم بالبقاء معنا. أيضا نشرك معنا في الحديث السيد علي الزكري من الشارقة. سيد علي مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد علي في زوايا الحدث. جولة الرئيس عبد ربه منصور هادي الآن الذي يعني الإقليمية والدولية التي يتحرك من خلالها، هل تعتقد بأن هذه المرة لها يعني ستحقق يعني أهدافا غير تلك الزيارات التي سبقت للرئيس عبد ربه منصور هادي؟ شوف، هو هذه الزيارة أو هذه الجولة هي تأتي في ظروف بالتأكيد مختلفة عن الظروف السابقة التي كانت تتم فيها زيارات الرئيس سواء للرياض أو لغيرها من العواصم. يعني هي كانت زيارة الرئيس في الغالب تكون إلى الرياض، وكانت في ظروف نعلمها جميعا. الآن الظروف مختلفة، الحكومة الشرعية بالكثير من أعضائها موجودين في الداخل اليمني، الملف أو التطورات العسكرية على الأرض في أكثر من جبهة تميل بشكل واضح وكبير نحو الشرعية. يعني هناك آمال بأن الأوضاع في اليمن ستحسم ربما قريبا، وبالتالي كان لابد من هناك من تحرك للرئيس هادي وأيضا لنائبه باتجاه ربما في تقديري التحضير لمرحلة ما بعد الميليشيا ولمرحلة عودة يعني الحديث. نعم، لأنها ستكون متطلبة للكثير من
المتطلبات. نعم، يعني من خلال كلامك سيد علي أن الحديث الآن عن الدفع بتنفيذ القرار الأممي أو عودة للحل السياسي بات يعني غير مجدي، والآن الرئيس ونائب الرئيس يبحثون عن دعم اليمن فيما بعد التحرير. يعني هي شوف المسارات كلها، يعني الحكومة نائب الرئيس كان الأسبوع الماضي في دبي وتحدث بكل صراحة أنه كل الخيارات مفتوحة، والحكومة يعني هي لم تلجأ للخيار العسكري ولا للحسم العسكري إلا من أجل السلام، لأنها حاولت مرارا أنه تصل إلى السلام ربما بغير الحرب، لكن هذا هو ديدن الميليشيات التي قادت الأمور إلى هذا الوضع، وبالتالي كل المسارات مفتوحة. الآن المشكلة الكبرى التي ربما تعانيها اليمن في المستقبل أنه هناك دمار كبير وموارد محدودة، وبالتالي بحاح كان واضحا في حديثه في دبي أنه نحن بحاجة الآن سنكون إلى مارشال خليجي لليمن، وأعتقد أنه هذه الجولة تأتي أولا في إطار حشد الجهود الدولية والإقليمية للاستعداد لمرحلة لا. ما بعد عودة الدولة، وأيضا ترتيب الملفات السياسية داخليا ومع بعض سيد علي القوى الإقليمية الفاعلة. نعم، هل تعتقد أن حلفاء الميليشيا والرئيس المخلوع في المجتمع الدولي يعني باتوا يعني مسلمين بانهزام وتسليمهم يعني يعني الدولة للشرعية ودعم الرئيس عبد الرب منصور هادي والتخلي عنهم تماما؟ لا، أنا ليس هناك من داعم إقليمي يمكن أن يتخلى عن جماعة تحقق له مصالحه في إقليمه، لكن هناك إيمان وقناعة لدى هذه الجهات الإقليمية بأن اللعبة ربما تكون انتهت، وأنه الآن يعملون على تقليل الخسائر إلى أقصى حد ممكن. هدفهم الرئيسي حاليا أنه ضمان بقاء هذه الميليشيات بشكل أو بآخر في الحياة السياسية في اليمن وترتيب وضعها ما بعد عودة الدولة. وهل ستقبل الحكومة اليمنية والرئيس عبد الرب منصور هادي وأيضا قوة يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ببقائهم وأن يكون لهم دور سياسي في المستقبل بعد الحرب التي قادوها ضد اليمنيين؟ أنا أعتقد أنه هذا الأمر يجب أن يحسم يمنيا، هل اليمنيون قادرون على القبول ببقاء هؤلاء الناس بعد كل الذي ألحقوه من أذى ودمار في اليمن وكل ما ألحقوا، ليس فقط في البنى التحتية أو في القتل في أعداد الضحايا والقتلى، ولكن تدمير البنى الاجتماعية، البنى النسيج الاجتماعي، النسيج الذي كان متصالحا في اليمن إلى حد كبير، تدمير هذه البنى كلها هو في تقديري أهم من الدمار الذي حصل في القضايا المادية. لا أعتقد أنه علينا كيمنيين أن نحسم هذا الملف، وفي تقديري أنه يعني أنت لا تستطيع في نهاية المطاف أن تلغي وجود يمنيين أيا كان ومهما كانت الجريمة التي ارتكبوها، لكن ينبغي أن يحاسبوا. نعم، طيب سيد علي تكرم يعني بالبقاء معنا. أعود إلى سيد مختار الرحبي عبر الهاتف من الرياض. سيد مختار، عدنا لك من جديد، يعني هل لا زال بقاموس الحكومة والرئيس عبد الرب منصور هادي الحل السياسي ممكنا لا سيما بعد التقدم الكبير الذي الآن تحققه قوات الجيش الوطني في مختلف المحاور، سواء في المحور الغربي باتجاه الحديدة أو في نهم باتجاه صنعاء أو في أيضا في المحور الجنوب الغربي في اتجاه يعني عدن وتعز؟ نعم، أولا علينا أن نعرف أنه التقدم باتجاه صنعاء وتحرير المناطق أو المحافظات تلو الأخرى هو الغرض منه هو تنفيذ القرار الدولي 2216، يعني القرار الدولي قضى بأن يتم تسليم الأسلحة وأن تعود الشرعية إلى مكانها وتمارس عملها ونزع أسلحة الميليشيات منها وتسريح الأطفال الذين يقاتلون مع الميليشيات الإنقلابية. بالتالي كان هناك تواصل عبر الأمم المتحدة ورعاية من الأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار، لكن تعثر الانصياع للميليشيات، رفضوا أن يقوموا بالتنفيذ، فكان هناك خيار آخر وهو خيار القوة والخيار العسكري كان مطروحا وبقوة، وتم العمل به من أول يوم من بداية العاصفة، والغرض منه كان أيضا هو لتنفيذ القرار الدولي. بالتالي إذا أعلنت الميليشيات أنها مستعدة وأعلنت التزامها بالتنفيذ الكامل والحرفي لتنفيذ القرار الدولي 2216، أعتقد أن الخيار العسكري سيتوقف وستعود الشرعية وستعود الدولة إلى صنعاء وإلى العاصمة وإلى ما كانت عليه. لكن أنا أعتقد أن هذا الخيار أصبح ضعيف جدا في ظل تعنت الميليشيات وفي ظل وايضا اعلان الميليشيا مختار. نعم، وايضا اعلان الميليشيا بانها اي مشاورات تنطلق من النقاط السبعه التي حددوها في يعني في مسقط. طيب مختار، سؤال اخير،
الرئيس عبد ربه منصور هادي هل له يعني جولة في زيارة غير تركيا عالميا؟ هي كانت هناك زيارات غير تركيا، ولكن حتى هذه اللحظة لم تدرج ضمن جدول الأعمال حتى هذه اللحظة، لكن من المتوقع أن تكون له زيارات غير زيارة تركيا. أشكرك جزيل الشكر السكرتير في أول المستشار الصحفي في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إلى الشارقة مع السيد علي الزكري. سيد علي، عدنا لك بعودة أخيرة، لقاء النائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح بالسفير الروسي في الرياض، وأيضا تلقيه دعوة بزيارة موسكو في ظل يعني روسيا تدعو مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة بخصوص اليمن، كيف يمكن أن نفهم هذه الدعوة في ظل دعوة روسيا لهذا لجلسة المجلس الأمن، والكثير يعتقد بأن روسيا تبحث عن مخرج لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في هذا المؤتمر الجديد؟ بلا شك أنه الجهود الروسية حاليا هي تحاول أن تبحث أولا عن مخرج لحلفائها الإيرانيين في اليمن. هي ليس بحثا عن مخرج للحوثيين بشكل مباشر، وانما هو بحث عن مخرج للحلفاء الايرانيين بحيث يضمنوا بقاء دور لهم في الساحه اليمنيه. وايضا لا ننسى انه موسكو ايضا لها مصالح متعدده في اليمن، وان كانت تراجعت في الاونه الاخيره، لكن هي تحاول الان العوده. اذا الجهود الروسيه هي الان تحاول ان تحصل على ما يمكن الحصول عليه وإيقاء في هذه المرحلة المتغيرة من تاريخ اليمن، والتي تكاد والكفة فيها تميل لصالح الطرف الغير روسيا وغير إيران. روسيا الآن أيضا هي تناور مع المملكة العربية السعودية في الملف السوري والملف اليمني، وتريد أن تقايض هذا بذاك. يعني لا يمكن الحديث عن التحرك باتجاه الملف اليمني منفردا، هنا التحرك الروسي هو يتم في إطار عدة ملفات في المنطقة. وهي تحاول أن يعني تلعب دورا من أي ملف متاح. هل تعتقد ستنجح سيد علي روسيا في يعني يعني بقاء الميليشيا في عملية سياسية في مستقبل اليمن؟ كما قلت ليس هناك يعني في تقديري اي اشكاليه في انه بقاء الميليشيا. اقصد سيد علي امام تعنت الميليشيا كما تعلم، يعني في الوقت الذي تسعى روسيا مثلا لانقاذهم او عمل شيء من اجل عدم يعني خروجهم من المشهد السياسي، الميليشيا تصر على انها تتشاور من منطلق النقاط السبع التي ترفضها الحكومه يعني جمله وتفصيلا. انا اعتقد انه هذا الموضوع تجاوزه الواقع، موضوع النقاط السبع وموضوع جنيف وتجاوزه الواقع بشكل كبير. الروس الان البحث يتم عن طبيعه الوجود السياسي، طبيعه الوجود السياسي للميليشيات وعلي عبد الله صالح فيما بعد هذه المرحله. علي عبد الله صالح الان هناك جهود جاده للبحث عن خروج نهائي له من الحياه السياسيه في اليمن، وترتيب بعض الأوراق التي تضمن تمثيلا سياسيا للمؤتمر الشعبي العام وللحوثيين وإن بشروط مختلفة. نعم سيد علي، سؤال أخير فيما يخص قرار معركة استعادة العاصمة صنعاء مركز الدولة، هل تعتقد أن هناك أي يعني بعض الدول تقف أمام عدم تحرير العاصمة صنعاء؟ هو كان في ضغوط، يعني ضغوط ليست سرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بانه التهويل والتخويف من المعركه في صنعاء، لانه ويحاولون انه يتم العوده الى صنعاء بطريقه سلميه، وللاسف الشديد انه التحالف والشرعيه اليمنيه انتظروا كثيرا هذه العوده التي كان يفضلها الروس والامريكان السلميه، لكن يبدو انه للميليشيات قرار اخر وهم اختاروا القرار العسكري، وبالتالي انا اعتقد انه دخول صنعاء لن يكون هكذا كما نتخيله، لابد ان يكون هناك مواجهات. وانا كنت امل على المستوى الشخصي انه هذه الحوثيين وعلي عبد الصالح يدركوا انه لم يعد لديهم من مجال للمناوره او لخوض حرب داخل صنعاء، فيسلموا كما سلم السابقون، وهكذا نجنب المدينه ونجنب المدنيين الكثير من الدمار والخراب. اشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي السيد علي الزكري، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. في ختام الحلقه مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعه، نلقاكم ان شاء الله بحلقات جديده
من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.